متناولة بالدرس والتحليل موضوع الاجتهاد بين ضوابط الشرع ومستجدات العصر. ويتقدم للسلام على أمير المؤمنين الأستاذ عبد القادر أنباكي، أستاذ بمعهد الشيخ أحمد للعلوم الدينية بسنغال، كما يتقدم للسلام على العهد الكريم الأستاذ محمد النينوي من علماء الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن، والأستاذ عبد الهادي هنري كامب، أستاذ جامعي في الدراسات الإسلامية بجامعة جورجيا بأمريكا. والدروس الحسنية التي تلقى في حضرة أمير المؤمنين في هذا الشهر المبارك هي بمثابة محفل علمي ومنبر فكري له إشعاع ثقافي على جانب كبير من الأهمية والعطاء العلمي. ويتقدم في هذه الأثناء للسلام على أمير المؤمنين الأستاذ الشيخ نافع بيريز أوريلا من الجماعة الإسلامية في مكسيكو. وكما أشرت فإن الدروس الحسنية الرمضانية هي أكبر مدرسة تفجر ينابيع العلوم وتتيح للعلماء بمختلف أقطار المعمور أن يلتقوا في صفاء ومودة. ويتقدم للسلام على أمير المؤمنين الأستاذ السيد عبد الله بن علي سالم، قاضي ورئيس سابق للمجلس الدستوري الموريتاني، والأستاذ محمد الحافظ ولد السالك، عالم وشاعر من أسرة العلويين، وهو بدوره من موريتانيا. كما يتقدم للسلام على أمير المؤمنين الأستاذ الشيخ أحمد بن عمر التيجاني من علماء غانا، والأستاذ شعيب أبو بكر من علماء غانا كذلك. كما يتقدم للسلام على أمير المؤمنين الأستاذ أنس محمود خلف العيساوي، أستاذ بالجامعة العراقية ببغداد وإمام ثاني بجامع الشيخ عبد القادر الجيلاني ببغداد. وهكذا أودعكم سيداتي سادتي، وإلى اللقاء.